ومعانا دلوقتي الفنانة نهال عنبر. مساء الخير عليكي. حضرتك اهلا بيك. خليني اقول لك الف سلامه اولا، كنت ظاهره بايدك كده، واضح انها كانت تعبانه شويه. وقعت جامده بس حصل لي قطع جزئي في الوتر، حاجه خفيفه بس هي للاسف يعني تقعد لها شهر كده. الف الف سلامه. وخلينا اتكلم معاكي بقى عن اللقاء النهارده، انت كنت شايفاه ازاي؟ شايفه اهم الرسائل اللي كانت موجوده ازاي؟ انا بقول لحضرتك دلوقتي، طبعا انا دايما اقول انا بحب بلدي جدا وبحب مصر جدا وبحب شعبها، بحب كل حاجه فيها. انا مصر بالنسبه لي، يمكن ساعات يقولوا لي انت مالك ومال السياسه، انت لا، ده بلدي، انا مصريه، انا فنانه دي على جنب، ده شغلي، لكن انا مصريه من النخاع يعني كده. فانا دايما احب صوره الشعب المصري تبقى صوره مشرفه وصوره حلوه وصوره حضاريه. ويمكن سمعت الاستاذ احمد سلامه، وده كان نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه في اللقاء الجميل اللي كنا فيه. اللي عايز اقوله، كل واحد له قناعته الشخصية. أنا ليه قناعة أن السيد الرئيس لازم يكمل المشوار اللي هو بيعمله، وأنه هو عمل إنجازات كتير جدا كتير جدا محدش صحيح. عارفها صحيح. يعني مش كل الحاجات اللي هو عاملها معروفة. إحنا النهاردة أمن وأمان البلد، إحنا يعني يمكن حاجة أنا قلتها، أنا قلت لو جالي أي ظرف، أنا ماسكة لجنة صحية في النقابة، لو حد من الفنانين تعب الساعة 4 الصبح باخد عربيتي وامشي، وأنا فيها ثقة جامدة جدا إن أنا مش هيحصل لي حاجة. لكن صحيح. حوالينا لو تبص حوالينا، محدش، ده في أمريكا مقدرش تعملها، يعني مقدرش تنزل الساعة 4 الصبح لوحدك، مفيش أمان. فاللي عايز أقوله إن إحنا عندنا الحمد لله يا رب، يعني ونعمة من عند ربنا، الأمن والأمان اللي موجودين. السياسة الخارجية هو عارف يعملها كويس جدا. أنا مش بقول عشان دلوقتي بقول رأيي إن أنا أروج إن المرشح الرسمي الأستاذ عبد الفتاح السيسي، لا أنا مش بقول كده، لا أنا بقول ده رأيي، لكن برضو كل واحد حر في رأيه. لا طبعا، انت من حقك كمان، يعني خلينا بس نتكلم في حاجة، انت من حقك يا أستاذة نهال انك تعبر عن رايك في اي مكان وباي شكل، لان ايضا من حق اي حد تاني يعبر عن رايه بشكل هو حر فيه. بالظبط، انا بقول لحضرتك طبعا. انا في حاجات كتير، انا ماسكه نائب اتحاد الرياضيات لقصار القامه، انا نائب رئيس اتحاد، وانا بشوف ذوي القدرات الخاصه وذوي الهمم مهتم اهتمام بيهم. كان زمان حضرتك كان بتتكسف الام اللي عندها طفل عنده مشكله، دلوقتي بتفخر بيه وبيبقى بطل. انا عندي ابطال في الاتحاد، ابطال ما شاء الله عليهم، جايبين ميداليات لمصر. طبعا وحقيقي في عهد سياده الرئيس يا استاذه نهال الوضع اختلف جدا معاهم، وخدوا حقهم بشكل كبير يعني جدا جدا، وفرحانين ومبسوطين واخدين وضعهم وحاسين انهم بيتعاملوا مع الناس طبيعيه، خلاص زينا زيهم، مفيش حاجه، مفيش فرق. عندي حاجه تانية، انا في مجلس قومي للمراه برضه، عضو مجلس قومي للمراه، عايز اقول لحضرتك قد ايه المرأة واخدة حقها واخدة وضعها. مش معنى كده بتيجي على الرجالة بس، الرجالة ما تزعلش، لا طبعا. انا بتكلم على ان الست بقت تاخد وضع الصح ليها. طب قولي لي، شايفة هيبقى دوركم ازاي يا استاذة نهال الفترة الجاية، وتعاونكم ازاي يعني لإنجاح مسألة الانتخابات الرئاسية؟ انا بقول انا اهم حاجة ان انا ادعو الناس للنزول. انت حر ترفض، توافق، تختار مين، ما تختارش مين، تقول لأ، تقول اي حاجه، لكن انزل انزل وخلي منظر مصر حلو. احنا مش هننزل عشان حد او عشان شخص، احنا بننزل عشان مصر. احنا ما يبقاش قدام العالم كله منظرنا مش حلو ومنظرنا طب في اشاعات بتطلع كتير. وعلى فكره انا بس بدعو اللي بيشوف النت بيشوف السلبيات يا ريت يتاكد منها صحيح. لان في وشايات كتير على النت موجوده غير صحيحه، ومعلومات غير صحيحه لشبابنا ولكبارنا، وكتير جدا طبعا النت مفتوح على السوشيال ميديا، مفتوحه على كل العالم، فانت بتجيب اخبار، اللي عايز ينزل اي حاجه بينزلها، اللي عايز يسفه من اي مشروع بيسفهه، اللي عايز يطلع اي حاجه كويسه وحشه بيطلعها. احنا ما نمشيش ورا الحاجات دي، نتاكد منها. انا بقولك خد كلامي، لكن انت جالك مع خاطئه اطلع على صحها، خش على الصح بتاعها. ما دي قفه، والاسف الشديد مأثره قوي في المجتمع بشكل كبير يا استاذ نهال. ما ده انا بقوله، انا عايز اقول اتاكد يا جماعه، اتاكدوا من الاخبار، اتاكدوا من الارقام، اتاكدوا من الحاجات اللي معموله، بلاش نمشي ورا السوشيال ميديا كده عمياني.
لان انا ساعات بتناقش مع ناس واجي اتناقش معاهم ما لهمش رد غير الكلمتين اللي قروهم. صحيح. طب يا جماعه طب ما تشوفوا ابعاد الموضوع. يعني انا بس عايزه انا عارفه شعب مصر شعب واعي شعب وطني وشعب بيحب بلده وبان ده كله في الاحداث القديمه في 30 وكل ده بانت. فانا اللي عايزه اقوله ارجوكم انزلوا ضروري جدا نزلنا جميعا وقول الراي اللي انت عايزه. طبعا رافض موافق عايز ده مش عايز ده براحتك. ده حريه شخصيه ما حدش يقدر يتدخل فيها. انا اقول رايي انا حره فيه لكن طبعًا. غيري بس ادرس طبعًا. رايك كويس. طب بص ده مصير مصر. احنا العلاقات الخارجيه بتاعتنا في منتهى الخطوره اللي في الدنيا. صحيح. احنا ممكن نخترق في ثانيه. احنا مصر في قلق وحدودها كلها في قلق. طبعا لازم حد عسكري يكون ماسك البلد. لا انا مش عشان تحيز والله لسياده الرئيس خالص. انا بتكلم هي طبيعه أنا فتره دايما بنتكلم عنها يا استاذه نهال. كل فتره لها طبيعه وبتحتاج شخصيه معينه بمواصفات معينه. بالظبط الفتره دي كلها احنا محتاجين حد يحمي البلد وردوده على اي اختراق. مصر خط احمر بيرد ما بيسيبش. رافع كرامه مصر ورافع وضعها طبعا وما بيسيبش حقه. ودي حاجه انا بحترمها فيه جدا. احنا النهارده كان في فتره احنا كنا مكسوفين. بشكرك استاذه نهال. اي لازمه الفتره السوداء اللي عدت دي. معلش بشكرك شكرا جزيلا استاذه نهال عنبر.